الضحية اللي أنت شفتها في عنا مئات من الحالات، والآن الموضوع يتعدى الحقن. في كمان بعض الأمور المستحضرات اللي تتحضر بالبيوت، وأنا بسميها هسه طب التجميل الديليفري، اللي بينحكى مع واحدة معينة بتيجي على البيوت بتلف عليهم بتحقنهم بالبيوت. ضم صوتي للدكتورة ميسم، وأنا بحكي لك إنه المواطن يغرر فيه بكثير من الأمور بالدعاية لما ينحكى. إحنا في وزملائي بيعرفوا عندك بالاستوديو، والزملاء اللي بيسمعونا كمان، في كثير من الناس غير أطباء وبكل جرأة يضع كلمة استشاري تجميل. استشاري يعني يمكن الدكتورة لطفت الجو شوي، بحط كلمة استشاري تجميل وهو مش طبيب أصلاً ولا له علاقة بالطب، وأقول لك ولا تمريض حتى. الآن المريضة الضحية اللي أنت شفتها في عنا مئات من الحالات، والآن الموضوع يتعدى الحقن. في كمان بعض الأمور المستحضرات اللي تتحضر بالبيوت، وأنا بسميها هسه طب التجميل الديليفري، اللي بينحكى مع واحدة معينة بتيجي على البيوت بتلف عليهم بتحقنهم بالبيوت. أنا صراحة إذا أنت بدك تجمل هذا الأمر، وأنا طبيب بالقطاع الخاص قاعدين إحنا نشوف أنا وزملائي ونعاني من هذا الموضوع فعلا، اللي عنده الجرأة يفتح صفحة فيسبوك ويعلن رسميا إنه هو بحقن ويصور حاله، إذا هو مش خايف من أي رقابة، وهذا هو اللي أعطاه البريفيليج فعلا إنه ويكون متهور وقوي قلبه بحيث إنه يوصل لهالمرحلة هاي. لأن المريضة عفوا اللي سمعنا كنا قصتها، بيوم من الأيام تواصلت مع إخواني بالغذاء والدواء وسألتهم لما أنتوا تسكروا مكان كيف هذا المكان برجع يفتح؟ فأحد الزملاء الأكارم جاوبني قال لي إحنا منروح نعم منسكر، لكن منطلب منه فترة معينة تصويب أوضاع. فبيجي هذا الرجل بيقدمني تصويب أوضاع أو المخالف إنه أنا يا عمي بس بمجرد إنه أنا يا عمي بطلت إني أنا أحقن، أنا بطلت إني أخالف. منروح منطلع منشوف إنه ما بيخالف عادي له الصلاحية إنه يرجع يفتح. أنا صراحة أنا مش شايفها هاي أبدا منطقية. أنا أتوقع إنه لازم يكون في حد خلص بلاك ليست، هذا ممنوع الشخص إنه يمارس أي مهنة قريبة من الطب. والأمر الثاني، المراكز التجميلية والرقابة عليها مثل ما تفضل الدكتور أمين، يجب وجود هيئة معينة تلف على العيادات والمراكز. يا أخي أنا أتوقع يعني 3 موظفين والله بيلفوا عمان كلها، بين هي شارع الخالدي دوار الخامس المدينة المنورة شارع الوكالات بعرف شوين بيلفوهم بفوتوا على كل مركز. يا عمي تعال، وين تصريحك؟ وين شهادتك أنت؟ إذا أنا بدي أستنى المواطنين، عفوا إحنا شعبنا طيب، مش الكل بيعرف يشكي، والكل بيقول لك أنا بخاف أدخل بموضوع شكوى وما شكوى، فمش الكل راح يجي يشكي، ويا ما في متضررين. بيجوا دكتور أمين يمكن تواصلوا معك ناس شخصيا وبقول لك لما تقول له تعال اشكي بقول لك والله شو بدخلني بهالمشاكل هاي. فإحنا يجب أنه نشكل لجنة هيئة بعرف شو هي تحت مظلة نقابة جمعية وزارة اللي بتكون إياه، بس بالنهاية تلف على الأماكن هاي وتحاسبهم، وكل مكان أفوت عليه أسأل عن شهادته وترخيصه والأشخاص اللي كواليفايد واضح إنهم يعملوا هذا الإجراء.